ملاحظة لو سمحت، هذا الفيديو لا يحتوي على معلومات تخص الرياضة، هذا الفيديو للتوعية فقط ومقدم لمحبين ومتابعين القناة، فأنت لو مش مهتم بلاش تتفرج عليه. شكرا. This is the most idiotic way to do it. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy. بل هو تخريب أي شيء ذو قيمة. ده كان جزء من ندوة أو محاضرة بيحضر فيها واحد اسمه يوري بيزيمونوف أو حاجة زي كده. ده عميل سابق في الاتحاد السوفيتي وكان شغال صحفي في وكالة أنباء ومخبر لدى لجنة أمن الدولة السوفيتية. فهو بيحضر أو بيعلم الناس اللي في نفس الكارير بتوعه أو الناس اللي عنده في الدولة حبايبه، بيديهم ندوة إزاي إن هم يقضوا على الشعوب وخصوصا فئة الشباب. طيب هل ده فعلا بيحصل عندنا في وطننا العربي؟ يعني هل فعلا في ناس بيتم تمويلها ماديا وتشجيعها معنويا للقضاء على اخلاق ومبادئ وقيم الشعب العربي او فئة الشباب خصوصا؟ نعم بيحصل، وده يمكن يعني احنا شايفينه ولمسينه في حاجات كتيرة قوي. هديكم مثال. عندك مثلا انت ممكن بحكم ان انا بركب مواصلات، بحكم ان احنا بنمشي في الشارع، ممكن نسمع مثلا اغنية بتتغنى بتشرح او بتوصف ازاي ان انت تقيم علاقة غير شرعية مع بنت او مع واحدة يعني او مع سيدة. يعني اغنية بتشرح بتديك نصايح ازاي ان انت تعمل العلاقة دي وتقول لها ايه وتعمل ايه وتتصرف ازاي. اغنية، الاغاني دي بيتم انشاء ليها حفلات وبيحضرها الاف من الشباب وبيرددوها، وشباب للأسف اطفال، مش هقول شباب، في مرحلة ابتدائي تلاقي 10 سنين و12 سنة وبيغنوا الاغاني ديت، وفي مراحل المراهقة 16 و17 سنة. اعتقد لفظ مراهقة دوت لا يطلق دلوقتي على الناس اللي عندها 16 17 سنة، ده كان زمان. دلوقتي يمكن لما بيبقى في طفل عنده 7 سنين ممكن نقول عليه دي مرحلة مراهقة. نتيجة لإيه؟ نتيجة لتدعيم مثل هذه الأمور. في ناس بتدعم ده، الحفلات ديت بيكون ليها سبونسر، راعي رسمي، القنوات على التلفزيون، نوعية الأفلام اللي بتيجي ويقعد عليها يتفرج عليها الشباب والأطفال، كل الحاجات دي بيبقى ليها سبونسر رسمي. لكن يعني ايه علاقة الكلام اللي انا جاي اقوله دوت بالحلقة بتاعتنا او بموضوع القناة بتاعنا؟ انا حقيقة مش جاي اكلمكم في الجزئية دي، بس انا حبيت الفت نظركم من البداية كده ان في سبونسر، في دعم بيتم لإفساد الشباب، لإفساد جيل كامل من الشباب. وانتوا لو اتفرجتوا على المحاضرة، لو عملتوا سيرش عليها على اليوتيوب واتفرجتوا على المحاضرة اللي انا جبت لكم جزء منها في بداية الحلقة، هتلاقوه بيقول فعلا ان هدفهم بيتم في خلال 20 سنة، او خطتهم بتتم في خلال 20 سنة. ليه في 20 سنة بالذات؟ لان هي دي المرحلة او المدة الزمنية، المرحلة الدراسية كاملة. فهو عايز ياخد الطفل من اول ما يبقى في KG2 في حضانة لحد ما يخرج بالجامعة، دي المرحلة اللي بيرعى فيها فساد اخلاقه. ففي رعاة، في سبونسر، في ناس بتصرف، مع ان ممكن الهدف اللي هو بيتم الصرف عليه ده غير محتاج للدعم المادي. يعني مثلا الشباب اللي هم بيغنوا الاغاني دول بيكسبوا من وراها مبالغ كبيرة جدا، مش محتاجين دعم ليهم، مع ذلك بتلاقي اللي بيدعمهم ماديا عشان خاطر ينتشروا اكتر ويعملوا حفلات اكتر ويسافروا بلاد اكتر ويجذبوا اليهم شباب اكتر واكتر. ففي سبونسر ليهم. فانا لما جيت في حلقة من الحلقات واعلنت عن فتح باب التبرع او دعم، مش هقول تبرع، دعم القناة ماديا، لقيت تعليقات محترمة جدا وتعليقات يعني تشجيعية، وحتى اللي مش قدر ان هو او مش قادر ان هو يدعم القناة ماديا فهو فعلا يعني حسيتها منه ان هو كفاية الدعم المعنوي اللي قاله والكلام الحلو اللي قاله. لكن طبعا كان في تعليقات سلبية،
انا مش زعلان من التعليقات السلبية، انا مش زعلان من التعليقات السلبية، بل بالعكس انا مشفق عليهم. هو مش عايز يضايقني وخلاص، هو معتقده ان انا بقول يا جماعة دعموا القناة ماديا، فانت كده بتطلب فلوس مش من حقك. فهو تفكيره كده، هو تفكيره على قده كده، تفكير كده، لكن هو مش فاهم ان في ناس تانية في نفس اللحظة اللي هو كتب فيها التعليق ده بيتم دعمها لإفساده لتدميره، عشان خاطر لما يوصل لمرحلة الشباب، لمرحلة الذكور، لمرحلة الرجول، لان هو يبقى في سن، في راجل 30 سنة 40 سنة، يبقى شخصيته مدمرة، او ابسط يعني حاجة او ليفل ان هو يقدر يوصل ليه ان هو يعيش، يدرس، يخرج، يشتغل، يتجوز، يخلف، يأكل ويشرب ويموت، لكن ملوش اي هدف في الحياة، ملوش ان هو يعني يقدم حاجة للمجتمع بتاعه ينفع تفيده، تفيد المجتمع بتاعه. فانا بدأت المقدمة ديت رسالة ليهم هم، انا ميهمنيش ان انت تدعمني او تدعم القناة، لان انت بتدعمنيش. انا عايز اقول لك ان الكاميرا اللي انا بسجل بيها دلوقتي دي سعرها في اللحظة اللي انا بكلمك فيها 10,500، 10,000 جنيه مصري ونص. ادوات الاضاءة اللي انا صرفتها عليها من جيبي الشخصي، طبعا الكاميرا دي انا جايبها من جيبي الشخصي او من داخل الشخصي، الادوات الاضاءة اللي انا بصور بيها سواء في الكروما او في التصوير اللي انا بصوره دلوقتي او غيره، داخلة في 6,500. يعني من يوم ما فتحت القناة لحد هذه اللحظة يمكن داخل في 17,000 جنيه مصري انا اللي صرفهم من دخلي الشخصي على القناة، عشان خاطر ان انا وصل لك المعلومة بشكل يعجبك، فتقعد تتفرج على حاجة تنفعك، ما تروحش تتفرج على حاجة تفسدك. الانترنت هي الوسيلة الاقوى والاسرع ان انت توصل بيها الفكرة داخل كل بيت. مفيش بيت دلوقتي مفيش فيه انترنت، مفيش في بيت دلوقتي مفيش فيه انترنت، ومفيش شاب في بيت دلوقتي ما بيقعدش على الانترنت. انا هدفي ان انت تشغل وقتك في الانترنت في حاجة تنفعك، ان انت تروح الجيم، ان انت تتمرن، ان انت تاخد نظام غذائي تمشي عليه تحسن من صحتك، ان انت توقف السجاير اللي انت بتشربها، ان انت تضيع وقتك في شيء مفيد، ان انت لما تغير من فكرك وتغير من اسلوب حياتك تساعد غيرك من اصدقائك ان هم كمان يغيروا. اه والله، ده في قناة على اليوتيوب واحد اسمه محمد شوقي بيتكلم في الرياضة، تعالوا يا جماعة نسمعه، تعالوا نشوف البرنامج التدريبي ده اللي منزله، تعالوا نشوف نطبق النظام الغذائي ده مع بعض. ده هدفي، ده هدف القناة. فانت عايز تدعمها دعمها، عايز تساعدها ساعدها، مش عايز تدعمها فلتقل خيرا او تصمت، قول كلمة كويسة او اسكت. مش قادر تدعمها ماديا ما تدعمهاش، يكفي ان انت تقول كلمة كويسة او ما تسكت او تسكت، لكن ان انت تفكر ان انا باخد الفلوس دي او عايز الفلوس دي ليا انا، فالحمد لله والشكر لله. انا ممكن اقعد اصرف على القناة ديت 100 سنة لقدام بدون اي دعم من اي حد، ولكن الفكرة ان احنا بدل ما نوصل للمستوى 100 في 10 سنين من دعمي الشخصي الفردي لوحدي، فاحنا نوصل للمستوى 100 بعد سنة، بدل 10 سنين نوصل بعد سنة بدعمي ودعمكم. وصلت؟ يبقى بدل ما اقعد انا ادعم القناة 10 سنين عشان اوصل بيها المستوى 100 او المستوى التوب، في صرف سنة واحدة بس من دعمي ودعمكم نوصل للمستوى ده مع بعض. عمرك شفت قناة او برنامجين 13 في قنواتنا على التلفزيون في الفضائيات، قناة خاصة برياضة كمال الاجسام او بالفتنس او بالحياة الصحية، بتعلم الناس ان انتوا ازاي تعيشوا حياة صحية،
بس هتلاقي 10 قنوات للأغاني، وهتلاقي 50,000 قناة للأفلام، وكل دول بيبقى ليهم داعم وسبونسر. فالفيديو دوت أنا بوصل فيه رسالة، أنا مش محتاج الدعم ده ليا أنا، والقناة بإذن الله أنا مكفيل إن أنا ممكن أقعد أدعمها شخصيا من داخلي الشخصي 10 سنين كمان. ولكن احنا لما قلت القناة ندعمها مع بعض عشان خاطر نسرع من عملية الارتقاء بمستوى القناة، لا اكثر ولا اقل. لحد هذه اللحظة في انسانة واحدة بس هي من قامت بالتبرع للقناة، جزاها الله كل خير طبعا. وانا بقول انسانة لان انا حتى لا اعلم اي معلومة عنها، ما اعرف اذا كانت انسة مدام، ما اعرفش اي حاجة. حتى هي رفضت او طلبت ان انا لا اذكر اسمها، فيكفيني ان انا ادعو لها بكل خير. ويجب علينا انزال الناس منازلهم، يعني مش معنى ان انا بشكرها او ان انا بدعو لها بالخير يبقى اي حد تاني لم يقوم بالتبرع فهو سيء او ان انا مش بحبه. بالعكس انا بحبكم كلكم، واي حد بيقوم بعمل مشاركة الفيديو، بيحط لايك على فيديو، بيكتب كومنت، فهو دوت بيدعم القناة برضو. ولكن احنا ما زلنا وهنفضل محتاجين للدعم، سواء الدعم المعنوي او سواء الدعم المادي للمزيد من الارتقاء بمستوى القناة. بأكد انا لما قلت على دعم القناة انا ما كنتش عايز حاجة ليا انا، وما زلت مش عايز حاجة ليا، ومش هعوز حاجة ليا. ده لكم انتم. الاخت الفاضلة اللي قامت بالتبرع، قامت بالتبرع بخصوص او بفئه او طلب فئه اللي هو الكاميرا، الكاميرا الاكشن والمايك. الحمد لله انا اشتريت المايك وعملت ريفيو عنه، هتلاقوه على قناتي الثانيه، قناتي الجديده. والكاميرا طلبتها عن طريق الانترنت، وفي ظرف ان شاء الله اسبوع او 10 ايام هنكون موجوده هنا، وده بفضل الله ثم بفضل تبرعها. الحلقات الجديده كلها اللي هتم تصويرها في الجيم او التصوير الخارجي هيكون عن طريق الكاميرا اللي هي اتبرعت بيه فلوسها. فأنا شايف ان ده استثمار هي عملته، يعني الدال على الخير كفاعله. لما انا اعمل حلقة واصور حلقة في الجيم يستفيد منها ناس كتير قوي ويطبقوها ويحسنوا من صحتهم. واحنا عارفين كلنا ان الرياضة بتقضي او بتمنع او وقاية من امراض كتيرة جدا، ويطبقوا هم الاسلوب التدريبي دوت او النصايح ديت وينفذوها وتتغير حياتهم، او ربنا يجعل الرياضه سبب لشفائهم من امراض معينه. فكل دوت هيكون برضو راجع في ميزان حسناتها هي، لان هي اللي تبرعت بالكاميرا اللي من خلالها وصلت المعلومه للشخص اللي خد المعلومه وطبقها، فكانت سبب في تغيير نمط حياته. ممكن واحد يقول لي انت بتزايد، او يعني بتحاول تستثير مشاعر الناس عشان خاطر يتبرعوا. انا مش عايز حد يتبرع على فكرة، لحد هذه اللحظة بقولها تاني. يمكن بالدعم اللي قدمته الاخت للقناة وبالدعم الشخصي من جيبي الشخصي انا مش محتاج. خلاص اللي حابب يعمل ده هيعمله، مش حابب زي ما قلت انت مفيش فرق، مرحب بيك في القناة في اي وقت. ولكن انا كنت مشفق على الناس اللي بتعلق التعليقات السلبيه وتفكيرهم بالتفكير ده. لا اصحوا، في ناس بيتم دعمها تاني في جهات تانيه، في مصادر تانيه، باشكال تانيه، عشان خاطر تفضل انت عايش في الطراوه، عشان خاطر يتم افساد جيل كامل جاي او اللي بعده واللي بعده واللي بعده. هم عايشين على الفكر دوت، عشان المخطط دوت. بلاش تدعمني انا ماديا، بلاش تدعم قناتي انا ماديا. شوف حد انت تتوسم فيه ان هو ممكن يكون بيقدم الخير للناس وادعمه. ادعمه، عايزين ندعم كل حاجة كويسة عشان خاطر نقضي او نقلل. للأسف احنا ممكن مش هنقدر نقضي على اللي بيقدموا الدعم للمصادر الوحشة او المصادر اللي هدفها تخريبنا او تخريب اولادنا والاجيال القادمة. مش هنقدر نقضي عليهم، بس عايزين نضيق الفرص عليهم بقدر المستطاع، عايزين نقلل الفرص عليهم بقدر المستطاع. وده مش هيحصل
غير بأننا ندعم الحاجة اللي احنا شايفينها كويسة ان هي تزيد وتنتشر. انا نفسي القناة ديت زي ما قلت لكم ان هي توصل الشاب اللي قاعد قدامها دلوقتي. كان حصل خلاف بيني وبين واحد على الفيسبوك، قصة كده صغيرة اقولها لكم. اراد الله سبحانه وتعالى ان احنا بقينا اصدقاء بعد كده، فبيتكلم معايا بيقول لي على فكرة انا بعتب عليك، ده انا ابني الصغير بيشوفك على اليوتيوب. فكان كل شوية يجي يقول لي يا بابا لا بلاش تاكل الحاجة الفلانية عشان ده الكوتش قال عليها كذا، يا بابا انزل العب رياضة معايا. ابنه صغير 14 سنة. عايز اقول لكم ان انا الخلاف اللي كان بيني وبين الشخص ده داب كده زي ما السكر بيدوب. ليه؟ لاني حسيت بفرحة عارمة، حسيت بفرحة كبيرة جدا ان طفل صغير انا ممكن اكون سبب في انشغال وقته بشيء مفيد، في شيء ينفعه، وكمان خرج بيه على محيط اسرته. يا بابا لا اعمل كذا، يا بابا كل الحاجة الفلانية، ده الكوتش بيقول كذا. بقيت في قمة السعادة. هو انا عايز ده، انا عايز ان وقت ابني وابنك، وقت اجيالنا كلها، وقت شبابنا كلها يبقى منشغل في حاجة تنفعه، ولما هتنفعه هو هينفع بيها اللي حواليه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده هدف القناة. فبدل ما نبقى 100,000 نبقى 200,000 مشترك، نبقى 200,000 متابع، نبقى 100,000، نبقى مليون متابع للقناة. يشاء الله سبحانه وتعالى بعد كده ان انا انتقي ناس ممكن يكونوا بيقدموا برضو خير للناس وابدأ ان انا ادعمهم. ممكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى ويبقى في يوم من الايام في لينا قناة فضائية مثلا نقدر نخرج بيها للناس كلها بقى، بدل ما يبقى على الانترنت بس، يبقى بس فضائي يدخل فعلا او يبقى متاح لكل الناس عرضها، للكبير والصغير واللي فاهم في الانترنت واللي مش فاهم في الانترنت. فليه ده ما يبقاش هدفنا؟ ليه ما يبقاش في ندوات نعملها نوعي بيها الشباب لممارسة الرياضة؟ ليه ما يبقاش في ايفنتس او احداث نعملها مع بعض، نتقابل في مكان نمارس الرياضة كلنا مع بعض فيه، في النادي، يوم هنعمل جري، يوم هنعمل نشاط رياضي. ليه؟ ليه 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 ما ندعمش بعض ان ده يتم؟ انا عارف ان انا طولت عليكم تقريبا وقت الحلقة داخل في تلت ساعة، بس كنت لازم ان انا اتكلم معاكم بالشكل ده وفضفض معاكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية قريب. السلام عليكم.